مرحبا، راح اشرح لكم اليوم اغنية جاستن بيبر Love Yourself. بتمنى تكون سهلة وواضحة. نبتدي. طبعا المقطع هاد سهل، قالوا لي عليه بس راح اشرحه. الوتر الخامس فريت 7، والوتر الثاني فريت 9. طريقة اللعب بأغلب الأغنية هتكون بهي الطريقة. تمام، نرجع للفريت. الفريت هيكون 7 الوتر الخامس، 9 الوتر الثاني. بعدين نرجع بالبار 1، بتصير 6 الوتر الخامس و7 الوتر الثاني. بعدين مثل ما هو بنرجع 2، بتصير 4 الوتر الخامس و5 الوتر الثاني. بعدين بنروح على الفريت رقم 9، 9 الوتر الخامس و10 الوتر الثاني. بترجع بتنعاد من الأول. الوتر السابع، الوتر الخامس فريت 7، والوتر الثاني فريت 9. الوتر الخامس فريت 6، والوتر الثاني فريت 7. طبعا هذا المقطع الاول او الانترو. بعدين في البريدج. البريدج بتبتدي من A B سي ماينور، سي شارب ماينور. تمام، طبعا هو عامل كورد 5 سي شارب ماينور 5. بنلعب الوتر الخامس والرابع والثالث بنفس الطريقة الاولى. تمام، بعد ال C sharp minor 5 نلعب A minor 5 اللي هو تقريبا نفس شكل C minor 5. C minor 5 البار كورد على الوتر، البار كورد على فريت 5، والاصبع الرابع والاصبع الثالث على الوتر الرابع والثالث فريت رقم 7 تقريبا. سي شارب هون، سي شارب هون على الفريت رقم 4 وفريت رقم 6. تمام، عفوا انا غلطت. سي شارب ماينور على الوتر 4، فريت رقم 4 على البار كورد. بعدين الاصبعين على الفريت رقم 6. نيجي لل A minor 5، نلعب ال E major. طبعا الريتم بيتغير. الريتم هون كان ماشي، كان ماشي لكن الريتم بالبريدج بيتغير، بصير اتمنى يكون موضوع الريتم واضح لكم لانه مهم. طبعا سي شارب ماينور، اي شارب، اي ماينور، بعدين الاي ميجور،
اللي هو بنلعب الوتر السادس والخامس والرابع والتالت مع بعض. طبعا هذا المقطع بتكرر مرتين. بعدين المرة الثالثة سي شارب ماينور، اي ماينور، الاي ميجور، بس المقطع الاخير بنعمله بي ماينور 5. فبالتالي رح يكون طبعا هذا المقطع بتكرر مرة واحدة، ف رح اعزفها كلها على بعض. طبعا هي بالمرة الرابعة بنرجع للبي ماينور نعمله خمس ستروك. وبعدين نفوت بالأغنية. الأغنية بتبتدي بالإي ميجور، الريتم هون بيتغير طبعا. انا راح احاول العب لكم اياها بالريتم، بس خلينا نشرح الكوردات اول. كوردات اي ميجور، بعدين البي ماينور 5، بعدين سي شارب ماينور 5، بعدين الاي ماينور 5. تمام. بعدين كنهاية عامل اي ميجور، اي ماينور 5، اي ميجور. تمام. لو حاولنا نلعبها بالريتم رح تصير هيك. طبعا بتمنى يكون موضوع الرتم واضح، لانه مثل ما قلنا مهم جدا. نلعب الاغنية كلها على بعضها عشان نشوف في الاخير شلون طلعت. طبعا احنا قلنا انه الاغنية على السكيل
سكيل سي شارب ماينور اللي هو بيبتدي من هون. طبعا في حتة سولو انا حاولت اطلعها بس ما اعرف اذا هي ولا لا. طبعا راح اشرحها انا. الوتر الثالث الفريت رقم 6 6 4 6 4، الوتر اللي فوقه 7 7 4. نرجع نعيد المقطع 6 4 6 4 الوتر الثالث، 7 الوتر الرابع، وبنرجع على 4 على الوتر الثالث. طبعا هذا المقطع الثاني. وبس اتمنى المقطع او الشرح يكون واضح لكم، واسف اذا كان في اغلاط لاني انا يعني من 10 دقايق شفت الأغنية وطلعت السولو، حاولت إني أتمرن عليها شوي حتى ما أغلط فيها. فيعني إذا كان موجود شوية أغلاط فبتمنى يكون العزل واضح. سلام.